السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، النهاردة في بندرس غرض من أغراض الشعر العربي. احنا عارفين أن أغراض الشعر متعددة زي الفخر والغزل والهجاء والنسيب. إلى جانب هذه الأغراض هندرس النهاردة الغزل في العصر العباسي. بداية العصر العباسي بيبدأ من سنة 132 هجريا إلى سنة 656، وقسم هذا العصر إلى قسمين. العصر العباسي الأول، وقد امتد من عام 132 هجريا إلى 232 هجريا، يعني تقريبا قرابة قرن من الزمان، وأطلق عليه العصر الذهبي لما فيه من تطور وتقدم في كل مجالات الحياة الأدبية والعلمية، حيث ازدهرت فيه الحياة من كل النواحي. والعصر الثاني اللي هو العصر العباسي الثاني بيبدأ من 232 حتى نهاية الفترة الزمنية لهذا العصر. كيف كانت الحياة الأدبية والعلمية إبان العصر العباسي؟ الحقيقة إن هذا العصر كان عصر تطور في الدولة العربية الإسلامية منذ بدايته، وازدهرت فيه الحياة الأدبية شعرا ونثرا، كما ازدهرت أيضا نواحي الحياة كلها العلمية والأدبية في كل معرفة عرفها العرب. إذن هو كان عصر فيه تطور وعصر فيه ازدهار نفخر به كأمة عربية. احتل الغزل مكانة رفيعة في ذلك العصر، فما مظاهر ازدهار هذا الفن أو هذا الغرض الشعري؟ بيقول لي في الإجابة إن مظاهر ازدهار الشعر ده كثرة كثيرة مفرطة، وعظم انتشاره، وتغنى به كثير من الشعراء. يعني مظاهر الازدهار هذا اللون الفني اللي هو إن هو كان يعني موجود ومنتشر بكثرة كبيرة، إلى جانب إن كان كثير من الشعراء يتغنوا به. عندنا الغزل نوعان أو صنفان، الغزل الصريح والغزل العفيف. الغزل الصريح تعلمون أنه هو إظهار لمفاتن المرأة الحسية، وفيه يتناول الشعراء مفاتن المرأة الحسية والتي تثير الغرائز، ولا عفة فيه ولا حياء. هذا النوع من الغزل مع بداية العصر الإسلامي نجد أن الإسلام قد رفض هذا الغزل لما فيه من عدم الحياء وخدش لها. الغزل العفيف هو النوع الثاني، وفيه أيضا يتناول الشعراء مفاتن المرأة ولكن المعنوية من الناحية الأخلاقية والجمال الروحي عند المرأة. يبقى الغزل عندي نوعين، غزل صريح وغزل عفيف. وبما تفسر انتشار الغزل الصريح وشيوعه في ذلك العصر؟ يعني ايه سبب العودة الى انتشار هذا اللون اللي هو الغزل الصريح؟ اختلاط العرب بالأمم الأخرى مما أحدث التأثير والتأثر. اختلط العرب بغيرهم من الأمم مع انتشار الفتوحات الإسلامية، اختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى فتأثروا وأثروا بهم. شيوع صور التحلل الخلقي من ألوان اللهو والغناء والخمر، أي انتشار مجالس الغناء والرقص واللهو وغير ذلك مما أدى إلى انتشار هذا اللون من الشعر. ومن شعراء الغزل الصريح في العصر العباسي أبو نواس، مطيع بن إياس، بشار بن برد. تاني، من شعراء الغزل الصريح في العصر العباسي أبو نواس ومطيع ابن إياس وبشار ابن برد، واتصف شعرهم الغزلي بأنه محرك للغرائز لا عفة فيه ولا حياء. يقول بشار ابن برد: خففي يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودمي، إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدمي. ده من أنواع الشعر اللي هو الصريح أو الغزل الصريح. يقول أبو نواس: يا ماسح القبلة من خده من بعد ما قد كان أعطاه. الغزل العفيف على النقيض من الغزل الصريح هو أيضا يتغزل في المرأة وجمالها، ودي طبيعة عند العرب عامة منذ قديم الزمن، ولكن هذا الغزل فيه نوع من
الناحية الأخلاقية، أي فيه نوع من العفة التي لا تخدش حياء المرأة. أما الغزل العفيف فكان شعراء، فكان شعرا يشيع فيه التغني بالمحبوبة في شعر عذب لا يخدش الحياء، وهو ما يشبه الشعر الرومانسي في العصر الحديث شبيه به. من أشهر الشعراء العباس بن الأحنف وأبو فراس الحمداني. يقول العباس بن الأحنف: أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم والشحوبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. نتلمس من شعر العباس بن الأحنف تلك الكلمات التي تنم عن حب فيه عفة ولا خدش فيه للحياء. يقول أبو فراس الحمداني: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر. هكذا نرى في هذه الأبيات الغزل، ولكن الغزل من الصنف اللي هو النوع الغزل العفيف، وفيه تعبير عن الحب والوجدان وحسن المشاعر. هكذا نستطيع أن نرى أن الغزل العفيف تشيع فيه روح التغني بالمحبوب في رقة واستعطاف وشعر عذب لا يخدش الحياء. هكذا كان موضوعنا اليوم، الغزل في العصر العباسي. أرجو أن تكونوا قد فهمتم ما قد سبق لنا لشرحه، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله.